أهلا بكم في نشرة الأخبار من قناة بلقيس، والبداية بأبرز العناوين. لدحر الانقلاب وهزيمته والعودة إلى صنعاء واستعادة الدولة. رئيس الحكومة يؤكد جاهزية الخيار العسكري لدخول صنعاء في حال فشل مشاورات الكويت. الجيش والمقاومة يستعيدان مواقع عدة في نهم والجوف وشبوة ردا على خروقات الميليشيا. قتيل في انفجار بجامعة صنعاء، وأمهات المختطفين ينفذن وقفة احتجاجية أمام القصر الجمهوري في العاصمة. أهلا بكم. جدد الرئيس عبد الرب منصور هادي حرص الحكومة على المضي قدما في مشاورات السلام وفق الثوابت الأساسية المتمثلة بالقرارات الدولية والمرجعيات الوطنية. جاء ذلك خلال ترأس هذا اجتماعا لمستشاريه للوقوف أمام جملة من القضايا والمستجدات الميدانية والسياسية. وناقش الاجتماع جهود الدولة الرامية لإحلال السلام، مؤكدا حرصهم على المضي قدما في مشاورات السلام برعاية المجتمع الدولي. عقد المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ اليوم جلسة مشتركة بين وفد الحكومة ووفد ميليشيا الحوثي وحلفائهم. وفي الجلسة تم مناقشة عدد من البنود في قرار مجلس الأمن 2216، ومن ضمنها العقوبات الدولية على المخلوع وقيادات الميليشيا. واشترط الوفد الحكومي إبعاد صالح وزعيم الميليشيا المشمولين بعقوبات القرار الأممي من أي اتفاق سياسي قادم، كما اشترط الوفد الحكومي حل الميليشيا والتحول إلى حزب سياسي. وفي سياق متصل، طلب الوفد الحكومي في المشاورات إلزام الميليشيا بالإفراج عن وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي وجميع السجناء السياسيين والأشخاص الموضوعين رهن الإقامة الجبرية بناء على قرار مجلس الأمن 2216. كما سلم الوفد الحكومي لائحة بأسماء الصحفيين المحتجزين في سجون الميليشيا المضربين عن الطعام لأكثر من أسبوعين، مطالبا بالإفراج عنهم وعن جميع المعتقلين. على صعيد متصل، قال رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر إن الحكومة متمسكة بالسلام، وفي حال فشل المشاورات سيكون الخيار العسكري هو الحل. وأوضح بن دغر في برنامج لقاء خاص الذي يبث 8 مساء اليوم على قناة بلقيس، أوضح أن هناك إرادة وطنية وإقليمية ودولية للسلام في اليمن، لكن في حال فشل المشاورات سيتم محاربة الانقلابيين والعودة إلى صنعاء واستعادة الدولة. نحن نريد السلام، وليست الحرب هدفا ولا رغبة لدينا. نعم. وليس هناك شعب حقيقي يريد أن يعيش في حالة حرب ونزاع مستمرة، لكن في نهاية المطاف لدينا إرادة وطنية لمحاربة الانقلابيين، ولدينا إرادة إقليمية، ولدينا إرادة دولية، وسوف نستفيد نستخدم كل هذه الإرادات لدحر الانقلاب وهزيمته والعودة إلى صنعاء واستعادة الدولة والحفاظ على البلد. ينضم إلينا الآن من الكويت المحلل السياسي فيصل المجيدي. أستاذ فيصل، الوفد الحكومي اشترط إبعاد المخلوع وزعيم الميليشيا من أي اتفاق سياسي، كيف تنظر لذلك؟ نعم، الوفد الحكومي حقيقة لم يأتي بشيء من عنده، وإنما جاء ما طرحه اليوم لولد الشيخ بناء على المواثيق الدولية وتحديدا الواردة في قرارين أمميين صادرين تحت الفصل السابع، هما القرار 2140 الصادر في فبراير 2014 والقرار 2216 الصادر في إبريل 2015، وكذلك البروتوكولات الملحقة وغيرها من الأشياء المفصلة لهذا الأمر والمتعلقة بفرض العقوبات. وبالتالي هذا الأمر كان متوقعا أن يتم النقاش فيه، لأن هذين الشخصيتين بالإضافة إلى الثلاثة الشخص الأخرى وهما عبد الخالق القاضي وأبو علي الحاكم، عبد الخالق الحوثي وأبو علي الحاكم وأحمد علي عبد الله صالح، حسب قرارات مجلس الأمن لا يمكن أن يعودوا من باب الحل السياسي، لأنهم في الأساس وكما اتخذتهم هذه القرارات قاموا بتقويض الحكومة اليمنية عن أداء عملها، ليس فقط الحكومة وإنما الدولة، أسقطوا مؤسسات الدولة و تحويلها الى فوضى. وبالتالي كان من انطلاقا من ذلك التقدم الحكومه الى ولد الشيخ بهذه المتطلبات، طبعا اضافه الى الغاء كل المترتب على الانقلاب من
يعني ما يسمى بالبيان الدستوري، هم يقولوا إعلان، وهو أنا حقيقة أطلق عليه البيان السياسي وليس الإعلان الدستوري للحوثي. نعم. طيب، تقدمت الحكومة أيضا بلائحة بأسماء المختطفين آخرها قائمة الصحفيين المضربين عن الطعام، هل هناك أي مؤشرات لانفراج في هذه النقطة؟ حقيقة أنه اختبار صعب تواجهه الأمم المتحدة التي تنص في ميثاقها الصادر عام 45 وكذلك القانون الدولي الإنساني وتحديدا اتفاقية جنيف الصادرة في عام 49 المادة الثالثة منها والإعلان العالمي الذي يتحدث عن حق الإنسان في إبداء آرائه. هؤلاء أشخاص تم اختطافهم من منازلهم، ومن ثم أعتقد أن هذه المتطلبات كان يجب أن تتمسك بها الأمم المتحدة ولا تنتظر أن يتم تقديم طلبات رسمية، لأن ولد الشيخ حقيقة وعند انعقاد أحد الجلسات قام الصحفيين اليمنيين برفع مطالبات بالإفراج عن زملائهم المختطفين، وأجاب بكل وضوح المسؤول الأممي بأن هذه من الأمور التي تبحثها الأمم المتحدة وتشكيل لجان حولها. ومن ثم سيظل هذا الأمر محل حقيقة استغراب من موقف الأمم المتحدة أنها لم تقم بدور بارز في هذا الشأن. أنت أمام ميثاق للأمم المتحدة تنص على عدم جواز اختطاف المدنيين، وأن الصحافة هي مهنة الحقيقة، ومن ثم يجب احترام هذه المهنة. هذه جرائم ضد الإنسانية تقوم بها الميليشيا تضاف إلى جرائمها السابقة. الأمم المتحدة دائما ما تبدي حقيقة استعدادها لمناقشة هذه الأمور، لكن النتائج تظل حقيقة محل تحفظ حتى هذه اللحظة. المحلل السياسي فيصل المجيدي، كنت معنا عبر الهاتف من الكويت، شكرا جزيلا لك. ميدانيا، تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة من تحرير عدد من المناطق في مديرية نهم بصنعاء بعد معارك أسفرت عن مقتل 22 من الميليشيا واثنين من الجيش الوطني والمقاومة. قال المتحدث باسم مقاومة صنعاء عبد الله الشندقي إنه وبعد خروقات الميليشيا المتكررة في نهم رد الجيش الوطني والمقاومة على تلك الخروقات وتمكن من السيطرة على قرى آل عامر والضبيعة والذراع ونملة ومواقع الحمرة ونصيب مفتاح والشرية والقصباء والجامع والقرين والنجفة والزعزوع والمشبة، كذلك منفذ الشويحط الذي يشرف على وادي وسط. أكد الشندقي أن القوات تحاصر مجاميع من الميليشيا في وادي وسط، فيما لا تزال المعارك مستمرة في مناطق عدة. وفي الجوف، قتل 11 مسلحا من عناصر ميليشيا الحوثي والمخلوع في معارك عنيفة مع قوات الجيش. قال الناطق باسم المقاومة عبد الله الأشرف إن المعارك اندلعت بين الجانبين بعد وصول تعزيزات عسكرية كبيرة للميليشيا منذ يوم أمس. أضاف الأشرف أن المعارك أسفرت في إحصائيات أولية عن مقتل 11 حوثيا في منطقة وغز التابعة لمديرية المصلوب. أشار إلى أن الجيش تمكن من أسر 10 حوثيين في مديرية الغيل واستطاع الالتفاف على مواقع الحوثيين في المديرية وقطع خطوط إمدادهم. في تعز، تجددت الاشتباكات العنيفة بين الجيش الوطني المسنود بالمقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي والمخلوع. وقالت مصادر محلية إن الاشتباكات اندلعت في الجهة الشمالية بمنطقة عصيفر المقوات عقب تصدي قوات الجيش والمقاومة لهجوم كبير للميليشيا. وفي جبهة ذباب، أصيب جندي من الجيش الوطني في تجدد للاشتباكات مع الميليشيا. وفي تعز أيضا، يعاني مركز الكلية الصناعية في مستشفى الثورة من نقص حاد في الأدوية والأجهزة الطبية اللازمة للغسيل الكلوي. كانت هيئة المركز قد حصلت على شحنة أدوية وأجهزة قادمة من ميناء الحديدة قبل أن تقوم الميليشيا باحتجازها، ما ضاعف من معاناة المرضى. دقائق الانتظار تبدو طويلة ومرهقة،
خاصة لهؤلاء الواقفين أمام مركز الكلية الصناعية في مستشفى الثورة بمدينة تعز. في الداخل صوت الأجهزة ينبئك بالقليل مما يحدث هنا، فبالرغم من ضعف الإمكانيات ما تزال هذه الأجهزة تقاوم ككل شيء يسكن هذه المدينة للاستمرار في علاج المصابين بالفشل الكلوي وعمل الغسيل اللازم لهم. في المركز لا يتغير شيء إلا أعداد المرضى التي تزداد كل يوم، وهو ما دفع إدارة المركز لطلب شحنات أدوية وأجهزة إضافية للتعامل مع الحالات الجديدة والكثيرة من المرضى. إلا أن محاولة إدخال 11 شاحنة قادمة من ميناء الحديدة باءت بالفشل حين احتجزتها ميليشيا الحوثي والمخلوع، ومن ثم نقلوها لمدينة الصالح ويرفضون حتى الآن الإفراج عنها بالرغم من كل المناشدات. الأجهزة موجودة وتم التنسيق لها وإدخالها بشكل رسمي إلى أن وصلت إلى الربيع، ومن ثم تم ترحيلها إلى مدينة الصالح. فنرجو من جميع الجهات والناشطين وجماعة الحوثي وجميع الجهات الرسمية التساعد معنا في إيصال الأجهزة وإطلاق سراح الأجهزة. كل دقيقة تمر تعني الحياة لهؤلاء، فتوقف عمليات الغسيل الكلوي يعني الموت لهم. ففي تعز لا تقسو الحياة على مرضى الفشل الكلوي فقط، بل يتشارك الجميع في المعاناة، فمن ينجو من المرض لا يمكنه النجاة من قذيفة أو رصاصة ما تستقر في جسمه لترديه قتيلا أو تتركه مع إعاقة مستدامة. يتجمع البعض منهم هنا ويتجمع معهم من يحاولون المساعدة للتخفيف عنهم. لمزيد من تسليط الضوء حول آخر المستجدات من تعز ينضم إلينا من هناك الصحفي زكريا الشرعبي. مساء الخير أستاذ زكريا. مساء الخير لكم ولجميع المشاهدين الكرام. أهلا بك أستاذ زكريا، حدثنا أكثر حول آخر التطورات العسكرية في جبهات سواء الشرقية والشمالية أو حتى الغربية. في الحقيقة تعز كعادتها لم الأجواء فيها لم تكن هادية منذ أن أعلن بدء سريان الهدنة قبل انطلاق المشاورات في الكويت. كالعادة كما هي كل يوم، القصف والهجوم المستمر على مواقع المقاومة سواء في الجبهة الشرقية للمدينة أو كذلك في أيضا شمال المدينة وأيضا حول اللي هو 35 ومعسكر الدفاع الجوي. الميليشيا الحوثي والمخلوع تقصف بشكل يومي وتحاول عدة محاولات للتسلل إلى أيضا تمركز و يعني حتى موضوع ومحاولة إيجاد مواقع جديدة باتجاه المواقع التي مركز فيها المقاومة الشعبية، وغير ذلك القصف العشوائي الذي يطال الأحياء السكنية والمدنيين إضافة إلى الحصار المفروض على المدينة من قبل هذه الميليشيا. تعرف لم تعرف الهدوء منذ عشرة نعم طيب لم تبدأ فيها الهدنة منذ أن أعلنت الهدنة وبدأت المشاورات في الكويت. طيب ماذا عن تحركات لجنة التهدئة بهذا الخصوص في تعز؟ طبعاً بدأت لجنة التهدئة في تعز الجهود الجبارة في المحاولات المتعددة ومتكررة للتواصل مع اللجنة المشرفة الممثلة للميليشيا الحوثي والمخلوع، ولكنها ظلت تتهرب أكثر من مرة وبل عدة مرات تتهرب وتوعد ثم تقلق الناس تحاول فتح المناكب الرئيسية للمدينة منذ التوقيع في 16/4 هنا في مدينة تعز، لكن لم تصل مع هؤلاء إلى حل، وهذا ما هو متوقع منهم وما أيضا لم يتوقع لم يبلغ الناس أن هذه الميليشيا ستلتزم. لا زالت المدينة محاصرة، المناكب مغلقة، لا زال القصف العشوائي، لا زال التعزيزات اليومية للأطفال إلى المواقع المحيطة بالمدينة وإلى المديريات التي تتواجد فيها مثلاً كالأقروب في صدر أطراف في منطقة الخلن والمبرح وأيضاً في القصف أيضاً أو المحاولة التقدم والتسلل نحو الشعب، كذلك في الوازعية في حيتان. أيضاً منذ 3 أيام هذه الميليشيا شنت هجوماً قوياً ومحاولة اقتحام منطقة سمير في مقبلة. هذه الميليشيا التي هذه المنطقة التي كانت عصية على هذه الميليشيات ومنعت أبناء المنطقة منعوا أن تنزل منطقتهم في هذه الحرب التي أو أن تكون منطقتهم طريق للعبور والانتفاع على
المقاومه في الضباب وفي التربه، وبالتالي نعم الميليشيات استاذ زكريا حشدت الهتها العسكريه وتقصف بشكل عشوائي هذه المنطقه ايضا بالنهار. فيما يتعلق بشحنات الادويه الخاصه بالامراض او اللازمه للغسيل الكلوي، هل من جديد بعد احتجاز هذه الميليشيا او ميليشيات الحوثي لهذه الادويه؟ الحقيقه الامراض المزمنه بشكل عام هنا داخل المدينه، بل الجرحى بشكل يعني بشكل خاص الامراض المزمنه كالسكر والكلى وامراض القلب، هناك الادويه بشكل منعدمه. هنا كان شحنات متوجهه الى مركز المركز الكلى في حي مستشفى الثوره بتعز، احتجزتها الميليشيا في المدينه السكنيه في الحوضان، ولا زال الى الان لم ليست هناك معلومات دقيقه ماذا ستكون هذه الميليشيا، ستطلق هذه الشحنه ام لا، هي فعلت هي تحاصر المدينه او تريد ان كانت ستطلقها ستتحقق بها، تريد ان تتحقق بها مثلا على المستوى الخارجي انها قامت بادخال هذه الادويه لتستغل بها اعلاميا، مع انه من هي الان تمارس جرائم حرب بحق ابناء تعز بدل حصارها من الادويه وايصالها الى الامراض المزمنه كامراض القلب وامراض الكلى وامراض السكر، اضافه الى المواطنون هنا في مدينه تعز الجرحى جراحتهم متحسنه بسبب عدم توفر العلاجات، بسبب عدم وجود اذا المستشفيات، عدم وجود فيها المتخصصين الذين لا يوجدون في مدينه تعز، وايضا عدم قدرتهم على الانتقال الى مدن اخرى او تفكيرهم الى الخارج، هذه الميليشيا تفرض حصارا مطلقا، وبالتالي ترتكب جرائم حرب بحق الانسان هنا في مدينه تعز، ونحن من هنا ندعو الوفد نعم سيد زكريا في الكويت الى الانسحاب فورا، لان لا زالت مدينه تعز تقصف وتقتل بشكل يومي، ولا يمكن لهذه الميليشيات انها لا تؤمن الا بالقوه ولا تؤمن بالحوار، هي تتخذ هذا الحوار الصحفي نعم الصحفي زكريا الشرابي نعم الصحفي زكريا الشرابي كنت معنا عبر الهاتف من تعز، شكرا جزيلا لك. إلى البيضاء، حيث قصفت ميليشيا الحوثي والمخلوع مواقع عسكرية تابعة للجيش والمقاومة في مديرية الزاهرة. قال عضو في لجنة تهدئة التابعة للحكومة إنهم قصفوا أيضا مدرسة الضروة ومناطق الحنكة وغولي الصقل في المديرية. أضاف أن تعزيزات عسكرية للحوثيين وصلت إلى مديريتي ذي ناعم والزاهر في خرق مستمر للهدنة. تقدمت قوات الجيش الوطني والمقاومة في عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها مجاميع من الميليشيا غربية شبوة. قال المتحدث باسم السلطة المحلية سالم صائل إن القوات تقدمت في مناطق عدة بأطراف عسيلان وبيحان وسيطرت على منطقة الساق لقطع الإمدادات عن الميليشيا بين المديريتين. وبحسب المتحدث فإن المواجهات لا تزال مستمرة وإن التقدم جاء ردا على خروقات الميليشيا. في شبوة أيضا ينتظر الآلاف من الموظفين من مؤسسات الدولة صرف مرتباتهم التي أوقفتها الميليشيا منذ أشهر وحولتها لصالح المجهود الحربي. أمر كهذا انعكس على حالة المواطنين المعيشية في ظل تدهور الظروف الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الغذائية. يوم بعد آخر تتضاعف آباء الحياة على المواطن اليمني مع حالة الانهيار الاقتصادي التي تعيشها البلاد جراء الحرب. هنا في محافظة شبوة لا يختلف الوضع كثيرا عن غيرها من المحافظات الأخرى، فالمواطن هو الضحية في كل الأحوال ومختلف المراحل، لكنها في الحرب أكثر من السلم. ومع استمرار تهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية في الآونة الأخيرة وما رافقهم ارتفاعا في أسعار السلع في السوق المحلية أيضا، يضاعف من المعاناة أكثر. كلها مرتبط بالعملة، عندما ترتفع العملة الأسعار ترتفع، عندما تنقص العملة. اليوم الصرف 75 و77 وبعضهم 74، كلها على العملة. على الرغم من حركة النشط التي تشهدها الأسواق في محافظة شبوة، إلا أن الدخل المحدود لأغلبية المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة يحول بينهم وبين توفير أدنى متطلبات الحياة الضرورية، لا سيما مع قدوم شهر رمضان. المعاناة طبعا في شبوة مثل بقية المحافظات لا توصف أبدا صراحة. الموظفين بعضهم لم يستلموا رواتبهم، لم تحول من صنعاء إلى الآن، فينبغي مراعاة هذه الأمور. هذه الأمور هامة جدا صراحة، نحن على مشارف الشهر الكريم الآن، والمعاناة لا توصف بصراحة. واقع صعب إذا انفرضت حرب ميليشيا الحوثي وحليف الرئيس المخلوع على المواطنين، فإلى جانب قلائل المعيشة وغياب الكثير من الخدمات، ما زال الكثير من الموظفين في معظم المرافق الحكومية
ينتظرون مستحقاتهم التي أحرمتهم منها سلطة الميليشيا منذ شهور وسخرتها لصالح مجهودها الحربي. كل ذلك وغيره من الممارسات تسبب بإضعاف خزينة الدولة واستنزاف الاحتياطي النقدي للبنك المركزي من العملات الصعبة. الانهيار المستمر للعملة المحلية وما تبعه من تداعيات أثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين ليس إلا عبئا آخرا يضاف إلى معاناتهم اليومية في زمن الميليشيا. إبراهيم حيدرة لقناة بلقيس من محافظة شبوة. نشرة مستمرة من قناة بلقيس وفيها بعد الفاصل. لقاء للحكومة وممثلي منظمات دولية لمتابعة مؤتمر إغاثة المدنيين في اليمن. لدحر الانقلاب وهزيمته والعودة إلى صنعاء واستعادة الدولة. رئيس الحكومة يؤكد جاهزية الخيار العسكري لدخول صنعاء في حال فشل مشاورات الكويت. الجيش والمقاومة يستعيدان مواقع عدة في نهم والجوف وشبوة ردا على خروقات الميليشيا. قتيل في انفجار بجامعة صنعاء، وأمهات المختطفين ينفذن وقفة احتجاجية أمام القصر الجمهوري في العاصمة. أهلا بكم من جديد. أكد نائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر أن قوات الجيش والأجهزة الأمنية ماضية في مكافحة الإرهاب واستئصاله من جذوره في مختلف المناطق اليمنية. جاء ذلك خلال لقائه نائب السفير الأمريكي لدى اليمن ريتشارد إتش ومسؤولين أمريكيين، حيث تم بحث علاقات التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والعسكرية. أكد محسن على الجهود التي تبذلها الحكومة في مكافحة الإرهاب ودحر جماعات العنف والتطرف بهدف إرساء مبادئ الدولة اليمنية الاتحادية وتحقيق الأمن والاستقرار في أرجاء اليمن. إلى صنعاء، حيث قتل شخص وجرح ثلاثة آخرون في انفجار عبوة ناسفة بجامعة صنعاء. وقالت مصادر محلية إن عبوة ناسفة انفجرت في باحة كلية الآداب بالجامعة القديمة وسط العاصمة، ما أسفر عن مقتل شخص وجرح ثلاثة آخرين بينهم طالبتان. أوضحت المصادر أن الضحية هو مزارع وانفجرت فيه العبوة أثناء عمله في حديقة الكلية. وإثر التفجير صدرت توجيهات بإخلاء عدد من الكليات وتعليق الدراسة ليوم واحد. وفي صنعاء أيضا نفذت أمهات المختطفين في سجون الميليشيا وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن أبنائهن. ونفذت الأمهات وقفة أمام القصر الجمهوري احتجاجا على استمرار اختطاف أبنائهن في سجون ميليشيا الحوثي وتعرضهم للتعذيب اليومي برغم إضراب بعضهم عن الطعام للأسبوع الثالث. وخلال الوقفة قامت أمهات المختطفين بإحراق ستائرهن وضفائر شعرهن وهي ذات دلالة قبلية ليتم الاستجابة لأي مطالب بعد الوصول إلى هذه الاحتجاجات. إلى الحديدة، حيث يعاني أبناء المحافظة من شح المياه لتضاف إلى معاناة المواطنين الاقتصادية والصحية وانقطاعات الكهرباء. اضطر المواطنون إلى استخدام طرق بدائية لجلب المياه وحفر الآبار في ظل غياب دور المؤسسات الحكومية. تختلف الوسائل وتتعدد الطرق، لكن تبقى المهمة واحدة وهي البحث عن المياه وجلبها. هنا في محافظة الحديدة التي لم يكن ينقصها سوى هذه المشكلة، تتفاقم أعباء الحياة وتضاف معاناة جديدة على كاهل المواطن في مدينة تعج بالمشاكل الاقتصادية والصحية والظلام، ومؤخرا صارت أيضا بلا ماء. يحاول هؤلاء الحصول على المياه ولو بطرق بدائية، حتى أنهم جربوا أن يحدثوا حفريات ولو بعمق بسيط جدا، لا تصنف حتى على أنها آبار، ببساطة مجرد حفر عادية أملا أن تمدهم بالقليل من المياه، غير أن الأمر لم يعد يسيرا كما يظنون.
في لحظة يغيب دور السلطات المحلية ومؤسسة المياه والدولة عموما، بينما يظل هؤلاء محاصرين بالعطش في أغلب الأحياء في المدينة وبعض مديريات المحافظة في ضواحيها. إلى عدن، حيث انفجرت عبوة ناسفة أثناء مرور دورية عسكرية في المدينة. قال شهود عيان إن العبوة انفجرت أمام معسكر الدفاع الجوي في مديرية المنصورة، ولم ينجم عن الانفجار أي خسائر بشرية أو مادية. على صعيد آخر، طلب وزير المياه والبيئة العزي هبة الله شريم المنظمات الدولية بمساعدة اليمن في معالجة الأضرار البيئية التي طالت أرخبيل سقطرى نتيجة التغيرات المناخية التي نتجت عن إعصاري تشبهلا وميغ. قال شريم خلال كلمة اليمن في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لشؤون البيئة، قال إن الميليشيا دمرت كل الأنظمة البيئية في اليمن، البرية منها والبحرية. في محافظة حضرموت يلجأ بعض المواطنين لتلقي العلاج في المخيمات المجانية التي تنفذها بعض المنظمات المحلية، في الوقت الذي تشهد فيه خدمات المستشفيات الحكومية تراجعا ملحوظا. التفاصيل في تقرير مراسلنا حداد مسيحد. تعاني المستشفيات الحكومية في محافظة حضرموت العديد من المشاكل التي تعوقها عن أداء دورها كجهة يقصدها البسطاء من المرضى، ممن لا يستطيعون السفر إلى الخارج للعلاج، فمن نقص الأدوية إلى نقص الإمكانيات والمعدات الطبية، وصولا إلى نقص الكادر الطبي المتخصص وعجز الميزانيات، كل ذلك يؤثر سلبا على الخدمة الطبية المقدمة في المحافظة. يبرز دور منظمات المجتمع المدني التي تحاول جاهدة بالإمكانيات المساهمة برفض هذه المستشفيات بما تستطيع من معدات، وأيضا تذهب إلى تنفيذ البرامج والمخيمات الطبية المتخصصة، حرصا منها على تقديم خدمة طبية مجانية للمرضى العاجزين عن دفع التكاليف. ويأتي هذا البرنامج بعد سلسلة برامج المؤسسة الطيبة للتنمية على مدى 20 عاما من الريادة في الصحة والتعليم. تردي خدمات المستشفيات وحالتها المتدهورة يتزامن مع انتشار الأمراض والأوبئة التي فتكت بالمواطنين، وهو ما يضاعف من صعوبة مكافحتها واحتوائها أيضا للحد منها كحمى الضنك والملاريا. برغم كل المساهمات، تظل المستشفيات والمراكز الصحية عاجزة عن تقديم خدمة صحية مكتملة للمواطنين الذين يطالبون الجهات المختصة بتحسين الخدمات وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، بدلا من تفاقم معاناتهم في ظل وضع مأساوي تمر به البلاد. حداد مساعد، قناة بلقيس، شبام، حضرموت. عقد في مدينة اسطنبول التركية لقاء تشاوري لمتابعة مخرجات المؤتمر العالمي لإغاثة اليمن وإغاثة المتضررين المدنيين فيها. ويهدف اللقاء الذي حضره ممثلون عن الحكومة اليمنية ومركز الملك سلمان ومنظمات أخرى إلى متابعة تنفيذ هذه المخرجات. في ظل الظروف التي يعيشها اليمنيون في الداخل وحاجتهم الكبيرة للإغاثة، يسعى الجميع إلى تكثيف الجهود والتنسيق في إغاثة الكثيرين منهم والذين أثرت عليهم الحرب بشكل كبير. يأتي هذا بالتزامن مع اللقاء التشاوري الذي عقدته المنظمة اليمنية العالمية للإغاثة والتنمية لمتابعة مخرجات المؤتمر العالمي للإغاثة في اليمن، والذي انعقد في أغسطس العام الماضي، وذلك في إطار الجهود الدولية لتقديم المساعدات للمدنيين في اليمن. اللقاء عقد برئاسة رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر في مدينة اسطنبول التركية، وبحضور ممثلين عن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، واللجنة الإغاثية اليمنية، واتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي، وجهات أخرى. اللقاء التشاوري من أجل تنفيذ ما أقره المؤتمر العالمي للإغاثة والتنمية. طبعا أنتم تعرفوا أن المخرجات كانت قرابة 200 مليون دولار، هذه طبعا تعهدت بها منظمات وهيئات، والحمد لله يعني هذا اللقاء التشاوري سيكون حافز كبير لتنفيذها إن شاء الله. وركز اللقاء على تنفيذ المخرجات والدعم المقدم لليمن والذي بلغ نحو 200 مليون دولار من عدة جهات لإغاثة المتضررين من الحرب، والبحث عن آلية تنسيق من شأنها تكثيف الجهود لإيصالها إلى محافظات البلاد. الحكومة وبحضورها الرسمي تؤكد أن هناك جهودا كبيرة تبذل من أجل تقديم الدعم الكامل لشرائح المجتمع التي لحقت بها أضرارا كبيرة بسبب الحرب التي تشنها الميليشيا على عدد من المحافظات. هذا المكتب بدأ الآن يستقي بيانات كثيرة جدا من احتياجات المحافظات، وبدأنا أيضا ننظم العمل الإغاثي، بدأنا ننشئ
بالتعاون مع أشقائنا الخليجيين مكتب تنسيق المساعدات الخليجية للشعب اليمني المقدم من أشقائنا في الخليج. بدأ مركز الملك سلمان يقود هذا العمل الإغاثي، فلذلك نبشر أهلنا في اليمن بأن 2016 هي العمل الإغاثي منظم. الجانب السعودي ممثلا بمركز الملك سلمان أكد استمرار الدعم للجانب الحكومي، مشيرا إلى وجود خطط مستقبلية ستساهم في التخفيف من معاناة المدنيين. وقدمنا لزملائنا وأشقائنا في هذا اللقاء موجز مختصر عن أعمال مركز الملك سلمان للإغاثة في اليمن، وتحدثنا كذلك عن الخطة القادمة خلال الستة أشهر القادمة بمبلغ 110 مليون دولار، هي مبالغ إضافية لل 413 مليون دولار التي قدمت في عام 2015. جهات أخرى مختلفة كان لها توجهات داعمة للقاء، وأكدت على تنفيذ مخرجات المؤتمر والتي تعد محورا رئيسيا في إنجاح العمليات الإغاثية في اليمن. متابعة مخرجات المؤتمر العالمي للإغاثة في اليمن أصبح ضرورة حتمية في ظل ما تعيشه البلاد، ولعل اللقاء التشاوري هذا يعد خطوة هامة للتخفيف من معاناة المدنيين في الداخل. عدنان الراجحي، قناة بلقيس، اسطنبول. بهذا وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. لدحر الانقلاب وهزيمته والعودة إلى صنعاء واستعادة الدولة. رئيس الحكومة يؤكد جاهزية الخيار العسكري لدخول صنعاء في حال فشل مشاورات الكويت. الجيش والمقاومة يستعيدان مواقع عدة في نهم والجوف وشبوة ردا على خروقات الميليشيا. قتيل في انفجار بجامعة صنعاء وأمهات المختطفين ينفذن وقفة احتجاجية أمام القصر الجمهوري في العاصمة. النشرة انتهت، لكن التغطية من قناة بلقيس مستمرة. للمزيد يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكتروني وكذلك صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي. في أمان الله.